السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني ويشرفني أن أنا ألتقي بكم مع بداية 2022 اللي أتمنى أنها تكون عام سعيد عليكم وعلى العالم كله يا رب. وانتهز الفرصة دي أن أنا أبدأ تسجيل يوتيوب عن الطب الإسلامي ونباتات القرآن الكريم في عيون الأبحاث العلمية والعالمية الحديثة. وببدأ أول حاجة، بنتهز الفرصة زي ما أنتم شايفين الدنيا برد جدا والتلج عالي، فأبدأ بحاجة تدينا طاقة ونشوف مع بعض وشجرة الزيتون. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أهمية الزيتون في الطب الإسلامي والتقليدي على مر الحضارات. استخدموا ابن سينا كطارد للحصاوي الكلوية. في الطب التقليدي استخدم كمدر للبول وخافض لضغط الدم ومنشط، ويستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية والمثانة. في الطب اليوناني والروماني استخدم كعلاج للحمى والتهابات المفاصل ومدر للبول ومسكن للآلام. ومن هنا تيجي أهمية الزيتون الطبية في الأبحاث العالمية الحديثة. باختصار هو كنز الصحة. ليه؟ لأنه مفيد لأمراض الأكسدة وأمراض السرطان اللي هي رعب، أمراض الكبد والروماتيزم، ضغط الدم والأمراض الميكروبية. طب إيه الدراسات الإكلينيكية أثبتت إيه؟ إنه يحد من انتشار سرطان الثدي لو أخذ الشخص 25 جرام يوميا لمدة عام. السبب في كده هو الخليط الرباني من المركبات الفعالة الطبيعية، وهي تحت عدة فصائل: التربينات والاستيرولات والفينولات والأحماض الدهنية طويلة السلسلة المشبعة وغير المشبعة. واللي كيميائي منكو زينا كده يلاقي إن ده يصعب جدا عمله في المعمل. عشان كده بنقول إن المكونات الأساسية الطبيعية للزيتون هي 60 إلى 75% ماء، و10 ل 25% دهون مفيدة، و2 إلى 5 سكريات، ويجي كميات كبيرة من الزيوت وخاصة الأوميجا. ومن هنا تيجي الكنز الجديد، وهي الفوائد الصحية للزيتون ضد أمراض الشيخوخة المبكرة، مثل علاج تساقط الشعر، علاج فقر الدم، يساعد على نضارة البشرة جدا، كمان يقوي الذاكرة. طيب ولو أنت بقى تيجي للسحر بتاعه، السحر بتاعه ان انا اتناول الزيت ده على معدة فارغة لمدة 7 ايام، هيحمي من امراض القلب، مضاد للاكسدة، مضاد للالتهابات، مضاد لامراض السرطان، والمشكلة العالمية اللي هو يحمي من السكتة الدماغية. طيب كمان مضاد للسمنة اللي هي اساس امراض كتيرة معقدة، ومضاد للامراض العصبية، ومضاد لالتهابات المفاصل، ومضاد للأمراض الميكروبية. يعني معنى كده إن هو غذاء صحي لعائلة سعيدة، بيفيد الإنسان من شوشته زي ما بيقولوا لأدمه. ما تنسوش إن انتوا تحطوا زيت الزيتون على السلطة ومعاه الليمون وكذلك الخل، يبقى انت كده استفدت بالخلطة الربانية الطبيعية. دي الناس اللي شاركت في الأبحاث العالمية، وده فخر وشرف لينا الحمد لله إن احنا نشرنا ده، وكان لنا السبق لأول مرة في مجلات عالمية رفيعة المستوى يكون اسم البحث فيها القرآن الكريم والأحاديث. أشكركم جدا على حسن استماعكم، وياريت أسمع تعليقاتكم من خلال اليوتيوب على سفراء العلم وصناع التميز، وكذلك على الفيسبوك. في أمان الله.